احنا يا سادة النهاردة اتكلمنا وسرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك قلوبنا، وعشان كده تعالوا ندعي وندعي ربنا سبحانه وتعالى عشان يعطينا الأمان ويجلب لنا الأمان اللي بينشر في قلوبنا أنوار الإيمان، ونقول يا من ربيتني على النعم وبعفوك كسوتني فحفظتني من النقم، أسألك أن تحصن قلبي من فتنة السقوط في أوحال الهم والغم، وأن تجبر خاطري بأن تداويني بلطفك وحنانك فلا تبقي في جوفي ذرة وجع أو ألم، وأن تغمس فؤادي في شهد الطمأنينة والأنس والقرب الأتم. نقول كده وندعي الليلة بهذا الدعاء المجرب في مسألة نشر الأمان وقلب الرزق والفتح العظيم من الله سبحانه وتعالى. يا من ربيتني على النعم وبعفوك كسوتني فحفظتني من النقم، أسألك أن تحصن قلبي من فتنة السقوط في أوحال الهم والغم، وأن تجبر خاطري بأن تداويني بلطفك وحنانك فلا تبقي في جوفي ذرة وجع أو ألم، وأن تغمس فؤادي في شهد الطمأنينة والأنس والقرب الأتم. يا رب اجبرنا بنور حضرة النبي، واجعلنا يا رب ممن حققت آمالهم وجبرت خاطرهم بسر أسرار حضرة النبي، واجعلنا دائما في سيرته ومعه نقول له: وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. اللهم صلي وبارك وافتح علينا يا رب بأنوار صلاتنا على حضرة النبي كل الأبواب المغلقة، يا كريم يا ودود يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.